السلام عليكم. معكم أخوكم عبدالله عمر من السودان، مقيم في قطر، طالب طب في الصين. قدمت في الصين عن طريق موقع ايكاسك. الموقع ده طبعا سهل لي طريقة التقديم. في الحقيقة زي ما أنتم عارفين أنه فترة التقديم دي أصعب فترة بمر بها الطالب بعد التخرج من الثانوية. فأنا في الفترة ديك خشيت موقع ايكاسك وشفت الجامعات المتوفر فيها التخصص اللي أنا عاوزه اللي هو الطب في الصين، ولقيت لحد ما لقيت الجامعة وقدمت الحمد لله. والحاجة اللي عجبتني في ايكاسك، في موقع ايكاسك، إنهم يعني سريعين في الرد. مما قدمته بعد بأسبوع وصلني القبول حقي، وطوالي باشرت في إجراءات الفيزا وكده وسافرت الصين واستقبلوني في الصين. طبعا من المشاكل اللي واجهتني في الصين اللغة الصينية، لكن مع تقدم الوقت المشكلة دي يعني زي ما تقولوا تحلت. حاليا الجامعة يعني موفر لنا كورسات صينية وساعدتنا في اللغة الصينية وطورناها، وموقع ايكاسك ذاته بوفر لك يعني من أول ما تصل الصين مترجم، والمترجم ده بكون معك من العاصمة بكين لحد المدينة اللي انت حتدرس فيها ايا كانت، بيكون مرافقا لك. وانا بنصح اي زول بيرغب في الدراسة في الصين انه يدخل على موقع www.acasc.cn ويقدم، والله يوفق الجميع.